أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 2 يوليو عام 1984 وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى قصر الضيافة بأبوظبي لتقديم التهنئة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وحضر هذا اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في مدينة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيس ديوان سمو رئيس الدولة حينها، والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان رحمه الله، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. وتبادل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام أسمى آيات التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار. صفحات من الماضي.